انا بتفرج في هلال مريخ في كرة القدم فقط. وانا بتفرج في هلال مريخ لما تكون دافوري كسوري عديل كده، يعني مصارعة حرة، مصارعة حرة، صح ولا لا؟ شاهدوا شاهدوا يا اخوان. أعزائي المشاهدين، عشاق الملاكمة والمصارعة، النهاردة حنقول لكم مباراة بين الهلال والمريخ. فين؟ في المصارعة والملاكمة. حنبدأ شوف منير مبدع هيعمل إيه في الحلبة، وعلى طول في صدره يا ولد، هو ده اللعبة. لا يا كلاتس يا ابني يا ابني، خدتها من تحت، من تحت ضربه، من ضربه بتاع الدين الاحترافية يا بلا، يا على دينة الضرب. واحد خلاص انتهى، واحد اثنين ننتقل للملاكمة على طول، وهيثم هضربه على طول بشماله يا ولد في وشك. يا ابني ياخد عليها ثلاث نقاط، لكن ايه ذكرنا بنسيم حميد يا ولد يا ولد. مين اللي هنا ده العملاق الجميل قوي اللي الجمهور مستنيه، المعز محجوب يا ولد يا معز، يلا فرجهم وريهم وريهم يا ابني. يا سفاري ايه اللي بتعمله ده، ايه اللي بتعمله ده، مفيش كلام يا ابني، سيبه يضرب سيبه يتفرج، بوظت الماتش يا ابني، كنا عاوزين نتفرج.